أهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم. نبدأ بالعناوين. الخوجة يتهم النظام بتوفير الغطاء الجوي لتقدم داعش، وإدريس يؤكد تواطؤ حزب الله مع داعش في القلمون. المعارضة تطلق معركة ضد داعش في الريف الشمالي لحلب، وحملات طائفية تستهدف النازحين في الساحل. مقتل 40 شرطيا عراقيا في تفجير انتحاري داعشي استهدف ثكنة في الثرثار. اتهم الائتلاف الوطني النظام بتوفير الغطاء الجوي لداعش لمساعدته في السيطرة على المناطق، مؤكدا وجود تعاون وثيق على أكثر من جبهة بين الأسد والتنظيم الإرهابي. ونشهد الائتلاف المجتمع الدولي إنقاذ السوريين لئلا تصبح سوريا مرتعا للإرهاب. التطورات المتسارعة في الميدان السوري استدعت مؤتمرا صحفيا لرئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجة، أطلق فيه صرخة طالب فيها المجتمع الدولي بإنقاذ السوريين من وحشية نظام الأسد وتنظيم داعش وميليشيات إيران كي لا تصبح سوريا مرتعا لأبشع قوى الإرهاب. طيران النظام يعمل لصالح داعش علنا، هو يقصف وهي تقتحم، ولم يعد من المعقول ولا من المقبول أن يترك شعب سوريا في مواجهة الإرهاب المتعدد الأوجه، بدءا من إرهاب النظام وميليشيات إيران وانتهاءا بداعش. ومن غير المقبول أن يرى السوريون طائرات التحالف تمر فوق رؤوسهم دون أن تكترث بذبحهم على يد تنظيم داعش. وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة سليم إدريس، الذي تحدث بالأدلة عن تواطؤ ملموس بين النظام وداعش، تطرق إلى معارك القلمون. استيلاء داعش على مدينة تدمر يمثل تهديد كبير، لأنها وتعلمون أنها موجودة باتجاه الجنوب حتى تخوم السويداء. هناك خطر على منطقة الغوطة الشرقية، والإخوة المقاتلين هناك يدركون هذا الخطر، وإن شاء الله يكونوا قد اتخذوا الإجراءات والتدابير اللازمة. امتداد داعش إلى القلمون وهي تتواطأ هناك مع حزب الله. حزب الله يريد في القلمون مع الإيرانيين أن يسيطر على المنطقة، لأنها بوابة دمشق، وكي لا يقطع طريق دمشق حمص، لكي هذا الطريق يريدونه آمناً كي يهرب منه أتباع النظام في الفترة التي يعتبرون أنها أصبحت قريبة، وهي سقوط مدينة دمشق. أما رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة فقال أن تنظيم داعش عرقل كثير من الأعمال التي كان من الممكن تقديمها عن طريق الحكومة المؤقتة للسوريين، مناشدا المجتمع الدولي محاسبة النظام لتعاونه مع داعش في تسليم المدن السورية. أطلقت فصائل المعارضة معركة جديدة في الريف الشمالي لحلب ضد تنظيم داعش الذي انتزع بعض الأراضي المحررة، في وقت يشهد الساحل السوري دعوات طائفية ضد النازحين إليه مع تشكيل لواء تابع للنظام أطلق عليه اسم درع الساحل. معركة جديدة أطلقتها المعارضة السورية لاستعادة السيطرة على بلدات في ريف حلب الشمالي، واستخدمت تعزيزات كبيرة، ولكن هذه المرة المعركة ليست ضد النظام بل ضد تنظيم داعش باعتبارهما وجهين لإرهاب واحد. وخرجت تظاهرات في بعض الأحياء الحلبية تحت شعار إما أن تعملوا أو ترحلوا، داعش على الأبواب، في إشارة إلى الكتائب والأولياء داخل مدينة حلب. وندد المتظاهرون بالأمراء وطالبوهم بالتحرك للوقوف في وجهي النظام وداعش. داعش حقق تقدما في مواجهة تحالف الجبهة الشامية واحتل بلدة صوران أعزاز وقريتين مجاورتين بعد اشتباكات عنيفة، وبات في إمكانه التحرك عبر طريق يقود شمالا إلى معبر باب السلامة الحدودي بين محافظة حلب السورية ومحافظة كلس التركية ليهدي طريق الإمدادات للمعارضة. وإسلامه وين الإسلام؟
وين المسلمين؟ بطش داعش في حلب قابله هجوم بالبراميل المتفجرة من كتائب الأسد على حي السكري مرتكبة مجزرة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى. وفي الشمال أيضا تمكن المقاتلون الأكراد من السيطرة على قرى عدة في الرقة التي تشكل معقلا لتنظيم داعش، كما سيطرت وحدات حماية الشعب الكردي على منطقة جبل عبد العزيز في الحسكة والتي كانت تحت سيطرة التنظيم، وشنت حملة عسكرية سمتها حملة الشهيد روبير واستولت على أكثر من 200 قرية مجاورة. وفيما أغارت المروحيات على حي جوبر في العاصمة تجدد القصف المدفعي على الريف الدمشقي وطول جنوبا أحياء درعا البلد وحي طريق السد في درعا. إلى الساحل نشر ناشطون على الإنترنت نص إعلان نسب إلى قوات النظام السوري تنوي من خلاله تشكيل ما سمي في المنشور لواء درع الساحل، وقد وجهت الدعوة إلى المتخلفين عن الخدمة العسكرية للالتحاق باللواء بذريعة حماية مناطقهم مقابل رواتب شهرية. وترافق الإعلان عن تأسيس درع الساحل مع تصاعد الدعوات لطرد النازحين السوريين بعد أسابيع من التمهيد شملت تخويف أهل الساحل من الغرباء بعد نعتهم بالخطر المؤجل الذي قد ينفجر في أي لحظة. قتلت قوات النظام الشهر الماضي 1381 مدنيا سوريا، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 6657 مواطنا في أيار، من بينهم 236 طفلا و186 امرأة، إلى جانب 82 قضوا تحت التعذيب. قتل 42 من قوات الشرطة العراقية بتفجير انتحاري في عربة مفخخة استهدفت ثكنة عسكرية في منطقة الثرثار شمال مدينة الفلوجة، فيما تستمر استعدادات القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على مدينة الرمادي في محافظة الأنبار الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي. اللمسات الأخيرة لخطة استعادة مدينة الرمادي التي باتت تخضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي وضعتها القوات العراقية التي تستعد لخوض معارك مع التنظيم بعد أن أعلنت إحراز تقدم في مناطق حصيبة الشرقية والشجرية شرقي الرمادي وسيطرتها على أجزاء من حي التأميم داخل المدينة. أما المناطق الأخرى التي تخضع لسيطرة التنظيم فتشهد بدورها عمليات عسكرية تنفذها القوات العراقية بمؤازرة ضربات التحالف الدولي الجوية التي تستهدف مواقع التنظيم في تلك المناطق موقعة قتلى وجرحى في صفوفه. وفي هذا السياق أكد منسق التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الجنرال جون ألين أن استراتيجية الولايات المتحدة ضد التنظيم لم تفشل، مرجحا أن تستعيد القوات العراقية مدينة الرمادي قريبا. وفي منطقة الخازمية التابعة لجبال حمرين شمال شرق بغداد شنت القوات الأمنية بمساندة الحشد الشعبي عملية أمنية على أوكار داعش تمكنت خلالها من قتل 13 مسلحا منهم القيادي أبو عمر العمدي. في غضون ذلك أحرقت ميليشيا الحشد الشعبي قرب الفلوجة عراقيا بعدما قيدوه وعلقوه، حيث أثارت العملية جدلا واسعا في الأوساط الشعبية والمنظمات الإنسانية. وفي سياق ردود الأفعال حذر محمد الكربولي النائب عن اتحاد القوى العراقية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة من الأعمال الانتقامية التي يقوم بها عناصر من ميليشيات الحشد الشعبي في الأنبار. تتابعون في سوريا اليوم بعد الفاصل. لوموند 1700 شيشاني يقاتلون مع داعش في سوريا. حيال المحاولات المتكررة لإقحام الجيش اللبناني في معركة مع أهالي عرسال، يجدد الأهالي في كل مناسبة وقبيل كل استحقاق أنهم في قلب الدولة وفي ظل سيادتها. تقرير شرب العبود. هي ليست حتما معركة حرية وسيادة واستقلال، إنما معركة سياسية الأهداف والنتائج، خصوصا وأن البعض يريد تحقيق انتصارات على دماء اللبنانيين وأقحام عرسال وأهلها في أتون مواجهة دموية مع الجيش اللبناني. عرسال التي ترفض الإرهاب وتنبذ التطرف وتؤكد في كل استحقاق أنها في قلب الدولة وفي ظل سيادتها. شيء جيد انه يتذكروا السيادة والحرية والاستقلال، بس مع الأسف عم يتذكروها بس من عرسال وعلى حساب دماء أهالي عرسال. هاي الدعوة للجيش اللبناني لدخول عرسال أو لدخول جرود عرسال هي دعوة للاصطدام بالأهالي بالمدنيين
حتى يحققوا مأرب سياسي. اشتغلوا عليه مش من هلأ، من أوائل آب، من أثناء المعركة كانوا مصرين على أنه الجيش يدخل إلى المدينة ويدمر ويقتل ويقصف ويستعمل كل أنواع الأسلحة. طبعا يعني الجنرال عون كقائد جيش سابق وعنده خبرة عسكرية كبيرة جدا، شبه الجيش بسكين المطبخ إذا ما بتستعمله بصدي حتى لو على اللبنانيين أو على دماء اللبنانيين، مثل ما بشار الأسد استعمل أسلحته كلها على شعبه. مدرسة واحدة وثقافة واحدة مع الأسف. يبقى الرهان إذن على جيش الوطن، جيش للشعب وليس على الشعب. الجيش أثبت بالواقع أنه أرسال تحت سيطرة الجيش اللبناني، منتشر فيها على تخومة، على مداخلها، على تلالها، على جبالها، ودورياته دائمة داخل المدينة، وجرود حيث يتواجد المسلحين السوريين اللي هني على فكرة اجوا على الجرود بعد أن حزب الله طردهم من بيوتهم ومن أرضهم ومن أملاكهم بالقصير وبحمص وبغير مناطق، مثل ما هلأ عم يخوض معركة بالألمون، فاضطروا أنه يجوا على الجرود. لكن هذه الجرود هي أراضي لبنانية أو سورية ما حدا بيعرف، لأنه الحدود غير مرسمة. الجيش أثبت كفاءته العالية بالتعامل مع هذا الوضع، ما عم بيسمح بأي تحرك بالأراضي اللبنانية، جاهز بشكل مستمر، ولما بيكون في أي تحرك عم يقصفه وعم يتعامل معه بكل جدية وبكل مسؤولية. فلنترك الجيش اللبناني اللي قلنا ثقة كبيرة فيه وبقيادته وبحكمته أنه يتعامل مع هذا الوضع. مش كل واحد هلأ يعملنا حاله قائد عسكري ويعملنا حاله صاحب مدرسة فكرية عسكرية. فتلحرصون على سيادة واستقلال لبنان، مصادرة البعض إرادة لبنان واللبنانيين بالقتال في جبهات مفتوحة من سوريا إلى العراق وصولا إلى اليمن. أعلنت عشائر وعائلات فعاليات بعلبك الهرمل في البقاع اللبناني تشكيل لواء القلعة، مؤكدين بأنهم لن يسمحوا بوجود أي تكفيري في الجرود، وأثر لقاء موسع خصص للبحث في قضية مواجهة المسلحين المنتشرين في جرود عرسال وجوارها، أكد المجتمعون التزامهم بأي قرار يصدر عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. جولة على أبرز ما تداولته صحف في الشأن السوري نتابعها في هذا التقرير. نقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن مدير الاستخبارات السرية الروسية قوله إن نحو 1700 مقاتل يحملون الجنسية الروسية يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، القسم الأكبر منهم من الشيشان ويتبعون لقيادة أبي عمر الشيشاني الذي يتحدر من أب جورجي وأم شيشانية، وهو يعتبر اليوم من القادة العسكريين البارزين في داعش. ينتقد روبرت فيسك في صحيفة الاندبندنت خدمة بي بي سي العالمية على تغطيتها الفقيرة للقتلى في تدمر عبر تقرير قصير ألحق به سريعا تقرير أطول وأعمق عن الخطر الذي يهدد أحد طيور المدينة المعرضة للانقراض، متسائلا هل كنا سنوفر التغطية نفسها إذا كان القتلى من البريطانيين؟ صحيفة التايمز أضاءت على طرد 10,000 عربي من مناطقهم شمال سوريا في حملة التطهير العرقي الكردي، لافتة إلى أن الحملة الكردية تبدو انتقاما مما يقولون إنه تعاطف السنة مع مقاتلي داعش الذي سيطر على مساحات كبيرة في العراق وسوريا العام الماضي. نشرت صحيفة الديلي تيليغراف مقابلة مع القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى هادي العامري أكد فيها أن استيلاء تنظيم داعش على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار لن يدفعه لتغيير استراتيجيته في التصدي للتنظيم. ويرى العامري الذي يتزعم ميليشيا فيلق بدر ضمن قوات الحشد الشعبي أن الحكومة لن تحاول استعادة الرمادي من أيدي الدولة الإسلامية خلال الفترة القريبة المقبلة. يتوقع غسان شربل في صحيفة الحياة ألا تكون رحلة سوريا في اتجاه الأقاليم سهلة، فالاستسلام للأمر الواقع الحالي يعني فوز داعش بإقليم مفروض والنصرة بإقليم آخر وثالث للجيش الحر فضلا عن إقليمي النظام والأكراد.
ويلفت الكاتب إلى أن هذه الصيغة شديدة الخطورة على الدول المحيطة بسوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، لهذا ينقل توقعات تصاعد الضغوط الميدانية لإرغام الأطراف على التوجه نحو جنيف 3 لبلورة فترة انتقالية تطمئن المكونات السورية بشيء من روح الأقاليم وتطلق الحرب على التكفيريين بمظلة دولية وإقليمية. نقلت صحيفة النهار البيروتية عن مصادر سياسية أن النائب اللبناني وليد جنبلاط أوفد قبل أيام إلى الأردن ثم إلى تركيا الوزير وائل أبو فاعور لدرس التطورات المتلاحقة في جبل العرب، حيث السكان في غالبيتهم من الدروز في ضوء انسحاب قوات النظام السوري من المنطقة وانتقالها إلى أمكنة أخرى. ثم عاد النائب جنبلاط وأوفد الوزير أكرم شهيب إلى عمان للقاء المسؤولين الأردنيين وبحث التطورات في المناطق المحاذية للحدود الأردنية. بعد الفاصل، الغوطة دراي ابتكار من تحت الحصار ينعش الصامدين. مجددا أهلا بكم. في ظل الحصار ابتكر شاب في الغوطة الشرقية بريف دمشق مشروبا غازيا جديدا اسماه الغوطة دراي في محاولة منه لتسليط الضوء على الحصار الذي يفرضه النظام على المنطقة. وخلال الأسبوع الأول من بدء العمل أنتج الشاب 7000 زجاجة. في قلب غوطة دمشق يضع سعيد المقادير من مواد حافظة ومسحوق المواد الغازية لصناعة مشروب يخفف من وطأة الحصار. الغوطة دراي مشروب غازي جاء نتيجة تجارب عدة وجهد متواصل من العمل استمر عدة أشهر كنوع من إرادة أهالي الغوطة الشرقية في التغلب على صعوبة الحياة. من شدة الحر الشديد وشدة الحصار الموجود علينا من 3 سنين تقريبا بالغوطة الشرقية، فكرنا نحن تجمع بصمة شباب الغوطة بإنشاء معمل كولا بخفف عن المحاصرين معاناتهم بالحصار. بصراحة لقينا معاناة كبيرة بسبب المياه الغازية والغازات الموجودة داخل العبوة، ولكن يوجد خبراء وصيادلة ومخبريين ساعدونا كثير في الفترة وحسنا نأمن نسبة غاز بالزجاجة تصل إلى 50%. والحمد لله في إقبال شعبي كثير عليها، العالم كثير مبسوطة بسبب أول شيء جو حار وعم نقدمها باردة، ثاني شيء سعرها مقبول جدا بين المواطنين. هاي مواد فوارة مياه غازية. وإلى هذه الخلطة يضاف الماء المقطر ويمزج بشكل جيد، ثم تعبأ في زجاجات وتبرد ليتم نقلها بعد ذلك إلى عدة نقاط في المنطقة، وهناك تلقى إقبالا واسعا من قبل المحاصرين. عم نحطها ببرادات تجميد، عم نكملها لمدة ربع ساعة. أسبوع واحد مضى على افتتاح هذا المعمل، أنتج خلاله أكثر من 7000 زجاجة بيعت في مناطق مختلفة من الغوطة، فكانت رسالة واضحة تقول بأن السوري قادر على الحياة في رحم الموت. صرنا 2 محاصرين هون بالغوطة، يعني جانا المنتوج الحمد لله خفف موقف حصار. أوقفت فرق خفر السواحل التركية 174 مهاجرا غير شرعي غالبيتهم سوريون قبالة سواحل أنطاليا جنوب تركيا، وكان المهاجرون يحاولون العبور إلى اليونان في البحر المتوسط على متن قارب يحمل اسم البحر المفتوح، حيث أوقفتهم الدورية مع الطاقم ونقلتهم بزوارق مطاطة إلى مقر القيادة في الولاية، ثم أرسلتهم بالحافلات إلى ولاية مرسين فيما احتجزت الشرطة للتحقيق القبطان ومساعديه. توفي طفل وأصيب 6 من اللاجئين السوريين في حريق شب في مخيم لهم في المرج بالبقاع الغربي، وقد أخمدت الحريق فرق الإطفاء في الدفاع المدني معززة بالعناصر والآليات، فيما نقل الصليب الأحمر اللبناني جثة الضحية. وفي آخر خبر ورد قبل قليل، ارتفع إلى 20 عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي للنظام منذ الصباح على مناطق في جبل الزاوية بريف إدلب. يبقى في الختام أن نذكركم بالعناوين.
الخوجة يتهم النظام بتوفير الغطاء الجوي لتقدم داعش، وإدريس يؤكد تواطؤ حزب الله مع داعش في القلمرو. المعارضة تطلق معركة ضد داعش في الريف الشمالي لحلب، وحملات طائفية تستهدف النازحين في الساحل. مقتل 40 شرطيا عراقيا في تفجير انتحاري داعشي استهدف ثكنة في الثرثار. النشرة انتهت، شكرا لكم.